استقبال و شادمانی مردم سوریه از هلاکت پاسدار قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی جهنم. الله يلحق الحبل بالدلو. وهذا احلى خبر كان ببداية 2020. نحن في اهل الاتارب سمعنا هذا الخبر، على الاساس قمنا بتوزيع الحلو، ونحن دائما سباقين في هذا الامر. الاحرار تحلوا بمناسبة مقتل الخنزير سليماني. تفضلوا يا احرار. يلعن روحك سليماني، يلعن روحك سليماني، يلعن روحك، يلعن روحك، يلعن روحك، يلعن روحك سليماني، يلعن روحك سليماني، يلعن روحك، يلعن روحك، يلعن روحك، يلعن روحك خامني، يلعن روحك خامني. عقبال بشار يا شباب، على قاسم سليماني. عقبال، عقبال بشار الكبير ان شاء الله يا شباب. قاسم سليماني، عقبال بشار الاسد يا شباب. الله يوسف عمره ان شاء الله، هو بوتين وبشار، الله ان شاء الله بيفرج بينهم. نحن الآن وسط مدينة جرابلس. الآن اليوم استيقظ الأهالي على خبر مفاده مقتل قاسم سليماني. الأهالي رفضوا إلا أن يعبروا عن فرحهم في هذه، في هذا الخبر، وهو مقتل قاسم سليماني. الأهالي قاموا بالتعبير في طريقتهم الخاصة عن طريق توزيع الحلوى في الشوارع في مدينة جرابلس، وهناك مناطق أخرى أيضا يقوم الأهالي بنفس العمل في توزيع الحلوى في مدينة الباب ومدينة عزاز وعدة مناطق أخرى، حتى في محافظة إدلب أيضا. ربما الساعات القليلة القادمة سيكون هناك مظاهرات فرحا بمقتل قاسم سليماني. البارحة سمعنا بمنتصف الليل بعد الساعة 12 مقتل قاسم سليماني المجرم الطاغية، اللي سبب بتشريد أهلنا في سوريا، في حلب، في حمص، في الشام، في كل مكان. طبعا هي فرحة كبيرة لأهلنا في سوريا، لكل أهلنا هون، لأخوتنا المسلمين والمسلمات، وإن شاء الله تعم الفرحة بقتل المجرم بشار أسد اللي شرد أهلنا.
وزعوا الحلوى أيضا بمقتل الإرهابي سليماني، وأن مصير كل الخونة والعملاء هذا هو، وبعد أن ينتهي دوره سيكون خاتمة أو نهايته هي نهاية قاسم سليماني. إذن آلاف المتظاهرين يؤكدون على ثوابت الثورة مستمرة حتى إسقاط النظام.